السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ايه ده؟ ده سجن؟ ده فيلا؟ نوسة حبيبتي، روح قلبي، نور عيني. ازيك وازاي حالك؟ ازيك يا حبيبتي؟ حالي؟ اسكتي، ما قلعتش الاسود من يوم ما اترميت الرميه دي زي ما انت شايفه كده. والله العظيم منهم لله، حسبي الله ونعم الوكيل اللي رموك الرميه السودا دي. سلمي على الحاجه وهيبه يا جماعه. الست وهيبه نقدر، ست الكل دي. اهلا يا حبيبتي، طاستها بسم الله ما شاء الله، سابقه من غربها لشرقها. ازيك يا ست الكل؟ هاتي ايدك وخديها. تبين عليك ولية اونطاجيه. انا انا غلبانه ومكسوره الجناح، وكافي خير الشر. حتى اسالي بيتش نوسه، قصدي الست نوسه. طب اترزعي يا عودي. حاضر اترزع، ما ترزعش لي تحت امر. ابويا ازاي يا جمالات؟ عامل ايه؟ ما خبش عليكي يا اختي. ابويا ماله؟ ابوكي وانا والشادر وكل الناس الموجوده هناك قاعدين حاطين ايدينا على خدنا وبنغني ظلموه، ما فيش فلوس يا نوسه. للدرجه دي الحال وقف؟ طب ما كنتوا تجيبوا حد بدالي. حد بدالك؟ ازاي يا اختي؟ هنجيب وسط زنبالك منين؟ ده القالب بسم الله ما شاء الله ربنا عمله وكسره بعديك. كل الزباين عاوزين نوسه 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 نوسه. ايوه دقيقه واحده، انا داخله اتكلم من جوه، وحشيها للغد. ما تحرمش منك يا ست الكل، ويخليك يا رب يا قادر يا كريم. الله اكبر. ايه ده؟ ايه يا اختي ده؟ ايه الهنا اللي انت فيه ده؟ اما البت ام بوز ناشف اللي اسمها عسليه قالت لي انك قاعده في العز ده كله، قلت البت بتكدني، ما كنتش اعرف انك قاعده في الهيلمان ده كله. قولي لي بصراحه يا جمالات، ابويا عامل ايه؟ لحسن كلامك واغوشني. ما خبيش عليك يا نوسه، ابوك تعبان قوي ومحتاج مصاريف جامده. يا حبيبي يابا. اسمعي يا اختي، بدل ما تقعدي تشحتفي وحبيبي يابا، قومي قلبي الوليه اللي دخلت جوه في قرشين، خلينا اشتروا له الدواء ونمشي امورنا ببقيه الفلوس، ما انت عارفه ان احنا غلابه ومكسورين الجناح. صباح الخير. صباح النور. ممكن اقابل حسين بيه؟ نقول له مين حضرتك؟ انا المهندس كريم عبد العظيم، المهندس التنفيذي للمول. بس هو حقيقي مش موجود. طب هو هيبقى موجود امتى؟ الموضوع مستعجل. لو ممكن احل محله انا ما عنديش مانع. هو حسين بيه مديكي كل صلاحياته؟ تقدر تقول كده. ايه انت مالك انت؟ ما تقول لها اللي انت عاوزه وتخلصنا. الاخ ده يبقى مين؟ معلش سيبك منه وخليك معانا. امال ايه اللي حشره؟ وازاي اتكلم معانا بالطريقه دي؟ ليه وانا بكلم مين يعني؟ ارجوك ما تزودهاش. وبعدين معاك يا ممدوح، وبعدين بقى وانت كل ما حد يجينا تعمل لنا معاه مشكله. انا بعمل لمصلحتك يا منمو. يا سيدي مالكش دعوه بمصلحتي. يا انسه من فضلك، انا مش ناقص مشاكل، في حاجات حسين بيه لازم ياخد فيها قرار بنفسه. مش قالت لك انها عندها كل الصلاحيات؟ خلصت يا ممدوح. اطلع بره، اطلع بره، اتفضل استريح يا باشمهندس. طلباتك. انا جاي عشان اقابل حسين بيه عشان ابلغه انه عنده بوظان في الشغل. بوظان؟ بوظان ازاي يعني؟ يا انسه، ما انا قلت لك دي حاجات ما تتقالش غير لحسين بيه، يا تدخليني ليه يا اما هقوم امشي. طب استنى يا باشمهندس، بص هقول لحضرتك حاجه، انت سيب الكارت بتاعك وانا هديه لحسين بيه. جميل ماله؟ حاطط ايده على خده ليه؟ هي الوليه اللبط اللي كانت هنا قالت لك حاجه تزعلك؟ ابويا يا حاجه تعبان قوي وانا خايف عليه من العيا. بعد الشر عليه يا حبيبتي، معلش بكره ربنا هياخد بيده، محدش بياخد اكتر من نصيبه. وبعدين بقى احنا هنقعد كده حاطين ايدينا على خدنا وناسين اللي ورانا؟ يعني هيكون ورانا ايه يعني؟ انا مش قلت لك يا بت هخرجك من هنا تتكلمي انجليزي وفرنساوي زي اللبلب؟ هو ده اللي هياخد لي حقي من حسين وابنه. انت مالك مستعجله على حقك كده ليه؟ مش قلت لك هجيب لك ناس يعلموكي كل حاجه في الدنيا؟ وهم اللي هيعلموني هيرضوا يجوا هنا يا حاجه؟ يجوا ورجلهم فوق رقبتهم، هم يطولوا يعملوا خدمه لوهيبه الجرحي. طب هنبتدي امتى بقى؟ مش هنبتدي الا ما اشوف الضحكه الحلوه والسنان الجميله دي. ايوه كده. روحي بقى جيبي لي الموبايل. حاضر يا حاجه من عينيا. Thank you.
فكرت يا باشمهندس؟ فكرت فيها يا بابا. الشغل مع عبد القوي؟ لا انا هفضل هنا بشغلي. سمعت كلام واحد متجوز ما بقالوش شهرين يعيش في بلد ومراته في بلد تانية؟ وليه ما تجيش تعيش معايا هنا ليه بس؟ ولا انا لازم اسافر واروح اعيش معاها هناك؟ هي عندها حق، اتولدت في مصر عايشه وسط ابوها وامها، كل سنه بتسافر لها شهرين ثلاثه اوروبا، ايه اللي جيبها تعيش هنا؟ ده عقل ده؟ يعني اسافر اعيش معاها هناك وكل يوم اسافر عشان اروح شغلي؟ تسافر ليه يا اخي؟ ما انت بتشتغل هناك. واحنا لينا شغل بس هناك يا بابا. وشغل حماك ده مش شغلنا؟ لا مش شغلنا طبعا. يا ابني انا عايزك تفهم، عبد القوي ده له مين غير بنته؟ يعني يعني مين اللي هيورثه؟ بنته ومراته. ومين اللي هيورث ده كله؟ بنته. ومين جوز بنته؟ للاسف انا. للاسف؟ واحد متجوز واحدة هتورث مئات الملايين ويقول للأسف. هو حضرتك عايز أوصل لإيه بالظبط؟ عايز أوصل إنك ما تضيعش الهيلمان ده كله من بين إيديك، ما تضيعش وقتك في الشغل هنا، شغل مراتك أولى بيك. أنا مش هشتغل غير هنا، عجبها تيجي تعيش هنا أهلا وسهلا، لكن مش هروح أعيش أنا في بيت أبوها. أنا مانيش فاهم إيه اللي لخبط كيانك بالشكل ده. أنا عمال أفكر وأخطط عشان مصلحتك وأنت بتهد ده كله. أنت مخك باظ، مش مخك وبس، مخ أختك كمان باظ. انتوا الاثنين عايزين حد يربط صواميل مخكم. حاجه تعرف دي ايه ده؟ اللي مش فاهم حاجه ولا عارف مصلحته. يا عمر بابا بيزعق ليه؟ انت كنت فين؟ ايه اللي اخرك لغايه دلوقتي؟ انا ما اتاخرتش ولا حاجه، انا فضلت مستنيه حضرتك، ولما حضرتك قلت انك مش جايه قفلت الشغل وجيت بسرعه. ده حتى في واحد سأل على حضرتك وقال انه عايزك ضروري. مين ده؟ المهندس اللي بيبني المول. عجبك العك اللي بيعمله اخوك ده؟ انا كنت سامع صوتك وانا جاي. حد متجوز يعمل كده؟ ومتجوز مين؟ متجوز واحده اي حد احسن منه يتمناها. لا يا بابا مفيش احسن من عمر اخويا. اجري اجري، بلاش لعب عيال وانتوا الاثنين زي بعض كده. انا مش عارف انتوا ما ورثتوش امكم ليه. هو كان في اطيب من ماما. فعلا عمرها ما وقفت ضد مصلحتي. بس ماما كانت بتحبك وحضرتك بتحبها، مظبوط؟ اه طبعا مظبوط. هو ده بقى الفرق اللي في جوازة مها وعمر. مش هو اللي وافق انه يتجوزها؟ اتجوزها بأي شرط؟ قالك؟ قال لي على كل حاجة. يعني انت شايفة انه لسه بيفكر في البنت الحرامية دي؟ بيموت فيها، بيفكر بس. بس المهم يا بابا الراجل اللي جه ده شخصيته غريبة قوي، ما كانش راضي يمشي غير لما يقابل حضرتك. وبعدين هعمل ايه انا في المشكلة دي؟ شكله بيحب شغله قوي. مين؟ اخوكي؟ لا المهندس. يوه مهندس ايه اللي انت خوتاني بيه ده؟ انا دلوقتي في المهندس ولا في المشكله بتاعت اخوكي؟ انا قلت له يجي لحضرتك. عمر؟ لا يا بابا المهندس. منى يا بنتي اسمع اقول لك، انا عارف انك انت واخوكي بتحبوا بعض قوي، انا عايزك تقعدي معاه اقنعيه انه ياخد باله على شغله وعلى مراته، يقطع علاقته نهائي بالبنت الرقاصه دي. بتحبي اخوك وبتحبيني اقعدي واتكلمي معاه. ايه يا عمر؟ انت مش عايز ترد عليا ولا ايه؟ امال ليه ما بتردش بسرعه؟ التليفون كان بعيد ما لحقتش. أنا في الجنينة كنت بتمشى بس وكنت سايب التليفون على الترابيزة. إيه؟ مش عايزين أتمشى في الجنينة بالليل؟ إيه الكلام الغريب ده؟ أه بتمشى لوحدي. ولا عايزين أجيب حد يقعد معايا كمان؟ وإيه اللي غصبك على كده؟ بذمة بقى في واحد يبقى لسه متجوز جديد وقاعد لوحده بالليل في الجنينة وسايب مراته وحبيبته بعيدة عنه؟ بذمة ده جواز يا عمر؟ انا مش فاهمه انا عملت لك ايه عشان تتعامل معايا بالطريقه دي. مش هقولك سمعت منك الكلام ده كم مره قبل كده، لكن احب افكرك ان في كل مره بقولك انت اللي اخترت الوضع ده واني مش هوافق على اللي انت عايزاه، لان مفيش زوج بيعيش في بيت اهل مراته، العكس هو اللي بيحصل، والطبيعي بقى ان احنا يكون لينا بيتنا لوحدنا. مظبوط؟ يعني ايه تسكني معاه بره بعيد عن امك وابوكي؟ في حد يبقى ساكن في قصر كبير زي ده ويسكن بره؟ ما هو مش راضي يا مامي يجي يعيش معانا هنا. ما هو انت السبب، انت اللي دلعتيه وخليتيه يفرض رايه عليكي في كل حاجه. طب اعمل ايه انا دلوقتي؟ انا ما بقتش اقدر اعيش من غيره. اهو ده بقى الكلام اللي ما احبش اسمعه منك خالص. سيبيني انا الموضوع ده وانا هتصرف فيه. هتعملي ايه؟ هنسيبه كده زي الكلب ما حدش فينا هيعبره لغايه ما ابوك يتفاهم مع ابوه. يعني ما سافرش بكره؟ انا بقول ايه من الصبح، اصله وحشني قوي. هنبدا بقى في الكلام الخايب.
مش عارفة يا مامي، مش عارفة. أنا حاسة إن أنا هتجنن، أنا خايفة أحط عينه على حد تاني. يا بنت أنت مجنونة؟ هو سي عمر بتاعك ده يطولك؟ ده أنت زي القمر، وأبوكي معاه ثروة قد كده. بجد يا مامي أنا حلوة؟ يا بنت أنت عبيطة، طبعًا زي القمر. أنت بتشوفيش نفسك في المراية ولا إيه؟ ولا هو بيقول لك كلام يخليكي مش واثقة من نفسك؟ ما أنا عارفة الأشكال دي ممكن تقول إيه؟ كل ما أشوفكوا ألاقيكوا بتتكلموا في نفس الموضوع. أصل مامي كانت بتقولي إن أنا حلوة، بس عمر ما قالي كده قبل كده. طب وإيه يعني؟ أمال هو اتجوزك ليه؟ علشان أنت أجمل بنت في نظره، فمش لازم بقى كل شوية يقولك أنت حلوة أنت حلوة. صح يا بابي عند حضرتك حق، ما هو برضه عمره ما قالي إن أنا وحشة. صح. شفتي بقى يا حبيبتي؟ اسمع يا عبد الأول، الولد ده لازم يجي يعيش هنا ورجليه فوق رقبته. ولد؟ ولد مين؟ جرالك ايه يا عبد القوي؟ جوز بنتك. هتنفذ اللي قلتلك عليه ولا لا؟ وانا عمري قلتلك لا. بجد يا بابي؟ يعني حضرتك هتخليه يجي يعيش معانا هنا؟ طبعا يا حبيبتي.